بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى حلول ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. وصل الكلام بنا إلى هذه الفقرة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك. هناك أمرين دعا إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا كان مصدقا بوعد الله تعالى، وثانيا كان مشفقا وكان محذرا للناس من وعيده. الوعد هي في الأمور الإيجابية، والوعيد تأتي في الأمور السلبية، يعني في العذاب. الوعد في الجنة وفي الجزاء، والوعيد في جهنم وفي العذاب. طبعا إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة وإلى الآيات المباركة نجد بأنه وعد الله سبحانه وتعالى، وعده ووعيده في أمرين. الأمر الأول هي في الأمور الدنيوية، والأمر الثاني في الأمور الأخروية، وهذا يشمل المعنيين معا، وعده في الأمور الدنيوية والأخروية، ووعيده أيضا في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية. سأنقل لكم بعض الأمثلة على هذه الوعود وهذه الأمور التي حذر منها وأشفق منها رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا نأتي على الوعد بالأمور الدنيوية وفي الأمور الدنيوية. من إحدى الأمور التي صدق بها رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور الدنيوية هي مسألة الأخذ بثأرهم في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه من الآيات التي وعد بها الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم على أن يجعلهم خلفاء في الأرض، يجعلهم أئمة في الأرض نتيجة هذا الظلم وهذا الإقصاء الذي تعرضوا له في هذه الحياة. في عالم الرجعة، في زمن الرجعة، سوف يعوضهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الحرمان وهذا الجحود الذي نالهم. هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا كانت ليلة الجمعة أهبط الرب تبارك وتعالى ملكا إلى السماء الدنيا، فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين منابر من نور، فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون، وتفتح أبواب السماء، فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك. الوعد من الأمور التي تتحقق، الله سبحانه وتعالى يحققها بخلاف الوعيد، هذه كما موجودة في كتب العقائد بأن الله سبحانه وتعالى ينجز وعده ولكن وعيده ممكن أن لا ينجزه من باب الرحمة الإلهية. يعني إذا وعد المؤمن بدخول الجنة سوف يحقق له هذا الوعد، ولكن إذا توعد له بأن يدخل جهنم إذا ارتكب المعاصي هذا موكل إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن أن يرحمه، ممكن أن يغفر له ذنوبه ولا يدخله جهنم، هذه كلها من باب الرحمة الإلهية. وهو هذه الآية تتمة الرواية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى نهاية الآية المباركة. ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك، يطلبون من الله سبحانه وتعالى تحقيق الوعد. ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام سجدا، ثم يقولون: يا رب اغضب، فإنه انتهك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون، فيفعل الله ما يشاء وذلك يوم معلوم. وهذا إشارة إلى يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بأن الله سبحانه وتعالى
سوف يحقق هذا الوعد لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله. كذلك من الوعود الأخرى في الأمور الأخروية أمور عديدة، أنا أقرأ عليكم فقط آية واحدة تبين هذا الأمر، وهي قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآية المباركة تبين بأن الله سبحانه وتعالى وعد رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وأمره بأن يبشر المؤمنين بأنه هناك جزاء أخروي مذخور لهم في يوم القيامة، بأنه سوف يدخلون إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا الثواب وهذا الرضوان العظيم من قبل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للوعيد، هو أيضا مقسم إلى نوعين: وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة. لاحظوا هذه الرواية التي تبين الوعيد في الأمور الدنيوية، كيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي من ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاه في عترته وفي ذريته، سوف ينزل عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من الأمور التي حذر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية التي وردت عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: يقول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. ما المقصود بها يا ابن رسول الله؟ ما هي المعيشة الضنكا؟ الضنكا يعني المعيشة في التعب، الإنسان الذي يكون متعبا، الذي يقاسي الحياة الصعبة، يعيش حياة صعبة في هذه الدنيا، يسمى بأنه يعيش معيشة ضنكا. قال له: ما المقصود بهذه العبارة؟ فقال: هي والله للنصاب. النصاب يعني النواصب، هذه من الأمور التي توعد بها الله سبحانه وتعالى النصاب، الناصبين لأهل البيت عليهم السلام العداوة، بأنهم سوف يعيشون معيشة ضنكا. قلت: قد رأيناهم دهرهم الأطول في الكفاية حتى ماتوا. يعني أنت يا ابن رسول الله تقول بأن هؤلاء النواصب يعيشون معيشة ضنكا في هذه الدنيا، ولكن نحن شاهدنا الكثير من النواصب يعيشون في حالة من الغنى، في حالة من الراحة، في حالة من الحياة المرفهة لهم، فلماذا لم تتحقق هذه الآية المباركة؟ فقال: ذلك والله في الرجعة. يعني هذه الآية التي توعد بها الله سبحانه وتعالى النصاب النواصب لم تتحقق في هذه الدنيا في هذا الزمن، سوف تتحقق في الدنيا ولكن في زمن الرجعة. هذه من الوعيد الذي سوف يتحقق على لسان الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله بأن من ينصب العداوة لعترته سوف يعاني ويلاقي الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. كذلك الأمور، وهي الوعيد في الأمور الأخروية، هذه في الأمور الدنيوية، يعني في الدنيا سوف يلاقي هذا الجزاء، في الآخرة أيضا الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله هي ما ورد في هذه الآية المباركة. يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إذا ترجعون إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى روايات رسول الله صلى الله عليه وآله تجدون بأنه عبر عن أعداء أهل بيته وعن أعدائه بالمنافقين والمنافقات. كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وخالف أهل بيته حتى وإن كان يدعي الإسلام، هذا إسلام ظاهري ولكن في حقيقته في قلبه هو منافق، ويحشر على النفاق في يوم القيامة، لأنه الدين المرتضى عند المرضي عند الله سبحانه وتعالى والمقبول عند الله سبحانه وتعالى هو دين محمد وآل محمد عليهم السلام. الإسلام الحقيقي هو أن يقبل المسلم ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا هذه الشهادة الخالية من الولاية فقط تحقن الدماء وتجعل الأمور الخاصة بالإرث وبالزواج محللة، ولكن الجزاء
دخول الجنة يعتمد على أمر آخر وهو ولاية أهل البيت عليهم السلام. جعلنا الله وإياكم من المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله في موالاة عترته في هذه الدنيا، ومن الفائزين بشفاعتهم إن شاء الله تعالى في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.